هات الوش. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة معانا جهاز VR اللي بدخلك لعالم السينما وانت في البيت. هو ده الجهاز زي ما وصلني العلبة دي. النهاردة هشرح لكم ازاي تقدر تشتري الجهاز بأرخص سعر وازاي تقدر تستخدمه. اول حاجة تعالوا خش بينا على النت علشان نشتري الجهاز. هنكتب في البحث شراء VR بوكس. نزلنا الاختيارات دي. طبعا الـ VR منه انواع كتير. احنا هنحاول نشتري ارخص VR موجود. انا جايب النظارة الـ VR دي تقريبا ب 300 جنيه. هي بقى لها عامله فترة لكن هي سعرها نزل دلوقتي. وفي منها انواع بتوصل لحد 10,000 جنيه. اللي هي بتبقى مدمجة معاها الشاشة بتاعتها. ولكن احنا هنشتري ارخص حاجة وان شاء الله هتفي بالغرض برضه. الفار دي ب 84 جنيه غير مصاريف الشحن، لكن ما بيجيش معاه الريموت بتاعه. عشان تشتري فار بالريموت هنكتب في ار بوكس 2. دي بتيجي بالريموت وتقريبا زي ما انتم شايفين كده هي والريموت عامله 137 جنيه وياخدوا مصاريف شحن. يعني تقريبا هي والريموت بتاعها دلوقتي حاليا بتبدا من 150 جنيه. انا طبعا فتحتها قبل كده وجربتها وشغاله تمام الحمد لله. بس انا دلوقتي طبعا هفتح معاكم تاني علشان اوريكم احتياجات العلبه بالظبط وبتشتغل ازاي. اول حاجه بيجي في العلبه الجهاز نفسه زي ما انتم شايفين، بيجي بالشكل ده ويجي معاه ريموت. محتويات العلبه من الداخل زي ما انتم شايفين الاوراق بتاعه الجهاز. ده الكتالوج بتاع الريموت. بيجي معاه منديل لتنظيف النظارات، كتالوج لتشغيل النظارة عشان نحتاج الحاجات دي كلها اللي انا جربتها قبل كده. نشوف النظارة الوحيدة بتشتغل ازاي وبعد كده نشوف الريموت بيشتغل ازاي. دي النظارة مش شايفين ليها الحامل بتاع اللي بتلبس في الراس، وده زي باب كده بتفتح وتقفل عشان تشوف التليفون بتاعك من هنا. وفي هنا بتشد الجزء ده كده، ده اللي بيركب في التليفون وليه مشبك هنا كده. هنجيب التليفون وليكن اي تليفون، بس لازم يكون يعني ما يكونش تليفون كبير قوي، يكون تليفون مساحته مقربه للمساحه دي. التليفون ده هيبقى تقريبا بالظبط. هتبص للتليفون الاول، التليفون الزرار بتاعته هنا وهنا. خلي بالك انت عندك هنا جلد عشان يحمي التليفون، فتحاول تخلي التليفون راكب بعيد عن الجلد ده عشان ما يضغطش على الزرار وانت حاطه في قلب الجهاز. هنركب بالطريقه دي. بس قبل ما نركبه في قلب الجهاز، هو بيركب بالطريقه دي الاول. بيركب بالطريقه دي. بص من عدسات من هنا في الافلام اللي احنا هنحطها على لسه. بس احنا قبل ما نركبه هنوصل الاول بالجهاز اللي هو بيجي معاه الريموت ده. اشتغل بحجرايه. طبعا ركبت الحجره بتاعته. وبيخلي التليفون بتاعك زي الماوس بالظبط. اشتغل بالفلوتوكس. زي ما انتم شايفين بدا ينور. هنخش على التليفون، نخلع التليفون تاني الاول عشان نخليه يتصل بالبلوتوث. نفتح البلوتوث. هيبحث شوية عليه. بحث. هيجيب حاجة اسمها في ار بوكس. هل تريد الاقتران بجهاز في ار بوكس؟ هنضغط اقتران. وكده يبقى متصل معانا. لو جينا هنا كده وحركنا يظهر معانا ماوس على الشاشة زي ما انتم شايفين. لو جينا لتحت وعايزين، في عندك في الريموت ده زراران ورا هنا بتحكم فيهم. يعني مثلا هنجيب الماوس عند الرجوع هنا كده ونضغط هنا كده بيرجع. عايزين نخش على اي حاجة ندخل عليها منه. نرجع. انت دلوقتي متحكم في التليفون كله بالريموت ده. اقرب حاجه للتليفون عشان تشغل هنا انت ممكن تخش على اليوتيوب. يعني في على اليوتيوب حاجه اسمها في ار، تخش عليها بتخليك تتحرك في التليفون او اكنك في قلب السينما بالظبط، تتحرك زي ما انت عايز.
وهنضغط على البحث، هنكتب هنا فوق في البحث هنخليه انجليزي الاول في ار 360. دي كلها فيديوهات بالفي ار، مش مس على فيديو زي كده. هو ممكن ينزل عليه العاب وتمشي في قلب اللعبه بالريموت ده، يعني انت بتلبس النضاره دي كده على وشك مثلا فيلم رعب او لعبه رعب ولا حاجه، وبتمشي في قلب اللعبه بالريموت وانت لابسها بس كده، وتتحرك شمال ويمين زي ما انت عايز اكنك في قلب اللعبه بالظبط. عاوز تمشي بتمشي لقدام كده، عاوز ترجع ترجع لورا. وعندك هنا زرار ضرب النار والضرب والكلام ده اللي هي اللي ورا دي، ودي برضه زراير التحكم برضه شمال ويمين. بس احنا دلوقتي اقرب حاجه ان احنا نتفرج على فيديو في قلب النضاره ونتحرك زي ما احنا عايزين. هنخلي الفيديو جاي بشاشتين، هتيجي تلف شمال هتلف يمين، التليفون هيلف معاك، الفيديو اللي انت شايفه هيلف معاك زي ما انت شايف كده. هنيجي بقى نركبه، هنسيب الريموت دلوقتي لان الريموت ده مخصص للالعاب. هنيجي نركبه في الجهاز، هنركبه في الجهاز الاول، هنوقف نركبه في الجهاز. بس يمكن نجرب على واحد صاحبنا هنا، شايف قدامي جزء بيبان جو ضم قوي يا اخي. شايف ايه قدامك؟ ضلمه ايوه، النور عمال يسرق ويطفي، ومره واحده كان في حاجه هتاكلني. بس انا بص مش شايف حاجه خالص. انا قاعد الف حواليك كتير. بام شايف قدامك ايه؟ عفريت؟ حاجه مش مفهومه، حاجه بتيجي مسكتتي. يعني هو جاي وبيجري عليك ولا ايه؟ مش فاهم. ده جاي ماشي براحته بس اختفى طلع بره. شايف ايه قدامك طيب؟ ايوه ايوه اهو هو بقى هو طيب ما مش عارف اوصف بني. طب انت ماشي فين ولا انت انا مش ماشي. ادي بقى انت اللي جابك هنا دي كلب دي ولا ده؟ واحده قاعده كلب زي ابو بصيق ده. لا حاجه عماله يا نور بس الوجه فوق. استرى يا رب. انت في سجن. انا انت انا على يميني وقتي وعلى شمالي وقتي. منورين يا جماعه. شفت بقى شايف ايه قدامك؟ عفريت اقسم بالله. اشترك في القناه ولا تنسى تفعيل الجرس.